لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي طلاب الصف السادس الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله ندرس معا اليوم درس جديد بمادة الرياضيات، الدرس بعنوان اختبار الفصل التاسع، ومعكم اليوم الأستاذ رجب السيد معلم رياضيات. درسنا بإذن الله تعالى في الفصل التاسع اختبار الفصل صفحة 163. تعالوا معي نسترجع معا الموضوعات التي درسناها بالفصل التاسع. الموضوع الأول قياس وتقدير الزوايا ورسمها. الموضوع الثاني العلاقات بين الزوايا. الموضوع الثالث المثلثات. والموضوع الرابع الأشكال الرباعية. وأخيرا الموضوع الخامس خطة حل المسألة. في صفحة 163 اختبار الفصل التاسع سنقوم بحل تمارين على الدرس الأول. الدرس الأول بعنوان قياس وتقدير الزوايا ورسمها. تعالوا معي لنرى السؤال. يقول استعمل المنقلة لقياس الزوايا الآتية وصنفها إلى حادة أو منفرجة أو قائمة أو مستقيمة. رقم واحد أمامي زاوية والمطلوب مني استخدام المنقلة لقياسها، ثم بعد ذلك تصنيفها، هل هي حادة أم قائمة أم منفرجة أم مستقيمة. أولا نستعمل المنقلة كما سبق وتعلمنا، يكون مركز المنقلة عند رأس الزاوية وصفر المنقلة على أحد الضلعين، ثم نقرأ العدد على الضلع الآخر. نلاحظ أن هذه الزاوية قياسها 90 درجة، وبالتالي فإن الحل القياس 90 درجة، و90 درجة تعني زاوية قائمة. رقم 2 نستعمل المنقلة، نثبت المركز عند رأس الزاوية والصفر عند أحد الضلعين، ثم نقرأ العدد عند الضلع الآخر. نلاحظ أن القياس 17 درجة، إذن الحل القياس 17 درجة. 17 درجة تعني أنها أقل من 90، وإذا كانت أقل من 90 فإنها زاوية حادة. إذن القياس 17 درجة والتصنيف أنها زاوية حادة. رقم 3 نستعمل أيضا المنقلة، نثبت مركز المنقلة عند رأس الزاوية والصفر على أحد الضلعين، ونقرأ الضلع الآخر. نلاحظ أن هذه الزاوية زاوية قياسها 180 درجة، والزاوية التي قياسها 180 درجة تكون زاوية مستقيمة. إذن الحل القياس 180 درجة والتصنيف أنها زاوية مستقيمة. ننتقل الآن أعزائي الطلاب إلى تمارين على الدرس الثاني من الفصل التاسع. الدرس الثاني كان بعنوان العلاقات بين الزوايا. السؤال يقول صنف كل زوج من أزواج الزوايا الآتية إلى متتامتين أو متكاملتين أو غير ذلك. نذكركم أن الزاويتين المتتامتين مجموع قياسيهما يساوي 90 درجة، والزاويتين المتكاملتين مجموع قياسيهما 180 درجة. وإذا كان المجموع لا يساوي 90 ولا يساوي 180 نقول أنها غير ذلك. السؤال رقم 5 أعطاني خط مستقيم
ومقسم إلى زاويتين. الزاوية المستقيمة 180 درجة تم تقسيمها إلى زاويتين، إذن قياس زاوية 1 زائد قياس زاوية 2 يساوي 180 درجة، وبالتالي فإنهما زاويتان متكاملتان. قياس زاوية 1 زائد قياس زاوية 2 180 درجة، إذن زاويتان متكاملتان. السؤال رقم 6، نرى في هذا الشكل علامة الزاوية القائمة 90 درجة وتم تقسيمها إلى زاويتين، إذن قياس زاوية 3 زائد قياس زاوية 4 مجموعهم 90 درجة، إذن زاوية 3 وزاوية 4 زاويتان متتامتان. والآن ننتقل إلى تمارين على الدرس الثالث من الفصل التاسع، كان بعنوان المثلثات. أعزائي الطلاب، ما زلنا في صفحة 163 اختبار الفصل التاسع. السؤال يقول: صنف كل من المثلثين الآتيين إلى مختلف الأضلاع أو متطابق الضلعين أو متطابق الأضلاع. السؤال رقم 7، نلاحظ في الشكل مثلث جميع أضلاعه متطابقة، جميع أضلاعه متطابقة، إذن هو مثلث متطابق الأضلاع. السؤال رقم 8، نلاحظ في هذا المثلث ضلعين كل منهما 8 سنتيمتر، 8 سنتيمتر، والضلع الآخر 8 سنتيمتر، والضلع الثالث مختلف عنهم وطوله 11 سنتيمتر، إذن المثلث فيه ضلعين متطابقين، وبالتالي فإنه مثلث متطابق الضلعين. ما زلنا في الدرس الثالث، ونأخذ السؤال التاسع. يوجد قيمة س في المثلث المجاور. المثلث عبارة عن ثلاثة زوايا، مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة. المثلث فيه زاويتان معلوم قياسيهما، قياس الزاوية الأولى 23 درجة وقياس الزاوية الثانية 34 درجة، ومطلوب إيجاد قياس الزاوية الرابعة. كما تعلمنا في درس المثلثات أن مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة، إذن قياس زاوية س تساوي 180 ناقص مجموع الزاوية 23 والزاوية 34. 23 زائد 34 الناتج 57، إذن س تساوي 180 ناقص 57، إذن س تساوي 123 درجة. ننتقل الآن أعزائي الطلاب إلى تمارين على الدرس الرابع من الفصل التاسع، وهو بعنوان الأشكال الرباعية. السؤال الأول، اختيار من متعدد. أوجد قياس زاوية لام في شبه المنحرف المجاور. الشكل المجاور عبارة عن شبه منحرف، نلاحظ فيه أن هذه الزاوية قياسها 90 درجة، وهذه الزاوية أيضا قياسها 90 درجة، والزاوية الثالثة 70 درجة، والمطلوب أوجد قياس زاوية لام. نحل المسألة معا أولا ثم نختار الإجابة الصحيحة. الحل: مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي كم تساوي؟ أحسنتم، مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي تساوي 360 درجة. إذن نجمع الثلاثة الزوايا المعلومة ونطرح الناتج من 360، إذن قياس زاوية لام تساوي 360 ناقص الزاوية الأولى 90 زائد الزاوية الثانية 90 زائد الزاوية الثالثة 70، إذن قياس زاوية لام تساوي 360 ناقص مجموع الثلاثة الزوايا 250 درجة، إذن قياس زاوية لام تساوي 110 درجة، وبالتالي الاختيار الصحيح هو الاختيار ألف، الإجابة الصحيحة 110 درجة. ما زلنا في تمارين على الدرس الرابع، وهو الأشكال الرباعية. صنف كل من الشكلين الرباعيين المبينين في الصورة أدناه.
ألف وباء. ألف، نلاحظ أنه جميع أضلاعه متطابقة وزواياه قوائم، وباء نلاحظ أن زواياه قوائم وكل ضلعين متقابلين متطابقين. إذن الشكل باء هو مستطيل والشكل ألف مربع. أحسنتم. ما زلنا أيضا في الدرس الرابع، الأشكال الرباعية، نأخذ عليه سؤال آخر. اختار من متعدد أي العبارات الآتية غير صحيحة. غير صحيحة أي أن جميع العبارات صحيحة، لكن هناك عبارة واحدة غير صحيحة بناء على الأشكال أدنى. ألف، جميع الأشكال رباعية، هذه عبارة صحيحة. باء، كل شكل من هذه الأشكال مضلع، نعم صحيحة، لأن المضلع يكون شكل مغلق، قطعة مستقيمة، غير مفتوح، ولا يتقاطع. إذن كل شكل من هذه الأشكال مضلع عبارة صحيحة. كل شكل من هذه الأشكال متوازي أضلاع، هل جميعهم متوازي أضلاع؟ هذه عبارة خاطئة. المستطيل متوازي أضلاع، والمربع متوازي أضلاع، والمعين متوازي أضلاع، أما هذا الشكل ليس متوازي أضلاع، هذا شبه منحرف. إذن العبارة جيم عبارة خاطئة. العبارة دال، مجموع قياسات زوايا كل من هذه الأشكال 360 درجة، هذه صحيحة. إذن كلهم عبارات صحيحة ما عدا العبارة جيم. إذن نختار جيم. ننتقل الآن أعزائي الطلاب إلى سؤال على الدرس الخامس من الفصل التاسع، وكان بعنوان خطة حل المسألة. السؤال يقول: يخطط جاسم لاستعمال مخاريط برتقالية اللون لتعيين حدود ملعب مستطيل الشكل، وسيضع على كل ضلع خمس مخاريط، من ضمنها مخروط واحد عند كل ركن من أركان الملعب، فما عدد المخاريط اللازمة لذلك؟ هذه المسألة تحتاج منا إلى رسم مخطط لملعب. تعالوا معي لنرى كيف نجاوب على هذا السؤال. نقوم برسم مخطط لملعب، ثم ننفذ ما قيل في المسألة. قال أنه سيضع على كل ضلع من أضلاع الملعب خمسة مخاريط، واشترط أن عند كل ركن سيكون هناك مخروط. إذن أول رسم أننا سنضع عند كل ركن مخروط. إذن الأركان الأربعة وضعنا عند كل ركن مخروط كما ترون. ننفذ الشرط الآخر، وهو أنه عند كل ضلع من أضلاعه سيضع خمسة مخاريط بما فيهم المخروطين الموجودين بالأركان. إذن نضع عند الضلع الأول ثلاثة مخاريط أخرى، فيصبح هذا الضلع به خمسة مخاريط، ونضع عند الضلع الثاني أيضا ثلاثة مخاريط، فيصبح على هذا الضلع خمسة مخاريط، ونضع عند الضلع الثالث ثلاثة مخاريط بالإضافة للاثنين الموجودين بالأركان، فيصبح أيضا خمسة مخاريط، ونضع عند الضلع الرابع ثلاثة مخاريط أخرى، فيصبح بالإضافة إلى المخروطين الموجودين بالأركان خمسة مخاريط. إذن نلاحظ أن كل ضلع أصبح عليه خمسة مخاريط، ويوجد مخروط عند كل ركن من الأركان. بقي الآن أن نجد عدد المخاريط المستعملة. إذا قمنا بعد هذه المخاريط سنلاحظ أن الإجابة 16 مخروطاً تم استعمالها لذلك. استعملنا في هذه المسألة رسم مخطط، ووضعنا عليه الإجابات كما بالسؤال، وصلنا إلى أن الناتج 16 مخروط.
إلى هنا أبنائي طلاب الصف السادس الابتدائي، نأتي إلى نهاية درسنا اليوم. أشكركم على حسن استماعكم، وأتمنى لكم دوام التوفيق، وإلى لقاء آخر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.